تخلي البصار فيك شخصة، تعليماتك راسخة لحياة دونك محال، لكن نورك ساطعة. عبد الله الورشيت مدير مهرجان الوطني لظاهرة المجموعات، اللي الان حنا وصلنا للمحطة الثانية من هذا المهرجان، واللي كنعتبروها محطة تأسيسية، اللي كانت المحطة الأولى اللي يعني عشتوا فيها انتوما وواكبتها هيبة بريس مشكورة، والسي عزيز حراس اللي هو ابن الحي المحمدي ونفتخر به ونعتز به. خليني نقولها، واخا خليني نقولها، واخا ما بغيتيش نقولها غادي نقولها. فالسي عزيز حراس واكبتي الدورة الأولى اللي كانت فضاء مغلق، كانت في الموحدين، في السينما ديال الميراجي الموحدين، واليوم حنا في فضاء ارحب اللي هو الهواء الطلق. اذا هذا هو الركيزه الاولى ديال هذا المهرجان، والمستجد الاول ديال هذا المهرجان، والخاصيه الاولى ديال هذا المهرجان. الخاصيه الثانيه هو ان مقاطعه الحي المحمدي مشكوره سلمت المشعل الى المجتمع المدني، تقديرا منها للمجتمع المدني، لان المجتمع المدني وانت واحد من الاعضاء ديالو، المجتمع المدني في الحي المحمدي يعيش واحد الديناميه متواتره، يعيش واحد الطفره يعني مهمه في جميع مناحي التخصصات ديال المجتمع المدني، مشات من الرياضي الفني الاجتماعي الخيري الثقافي. يعني ان هذه المكونات ديال المجتمع المدني خصها تجسد، باش تجسد هو ان هذا المهرجان اللي هو ديالها خاصو يعني اعطته الاداره في خطوه رمزيه للمجتمع المدني، لاربعه الناس محسوبين على المجتمع المدني. المميزات ديال هذه الدوره هي المميزات ديال الدوره هي انها وما اعتبره المميزه الثالثه او الخاصيه الثالثه هو اننا اريد لهذه الدوره ان تكون دوره الفكر، ليس فقط لان المهرجان كيبقى مهرجان ديال الكلمه وديال النغمه، ولكن اريد ان يكون دوره الفكر من خلال ندوتين يعني مستقلتين، ولكن عندهم عنوان واحد وتيمه واحده، هي استجلاء فنون القول وابراز مكنونات الايقاع المغربي. لان شنو القوه الضاربه ديال الظاهره ملي جات وانت عشتي معاها، وهاد الناس كاع اللي حاضرين، ولا الاطفال اللي هما عانقوا ايضا، فالقوه الضاربه ديالهم هو الكلمه، هو النغمه. والنغمه منين جايه؟ من الايقاع. لان اذا كان من عطاء لهذه الظاهره التي عمرت 50 عام، هي ان اسست خدمات جليله للتراث المغربي، للايقاع المغربي، اللي جابت لنا اقلال، وجابت لنا الحمدوشي، وجابت لنا القناوي، وجابت لنا العيوط، وجابت لنا، فهي دارت واحد النوع من المصالحه ديال المغاربه مع تراثهم، خاصه وان الستينات كنا متجهين نحو الشرق، متجهين الى الاغنيه العصريه، ولكن سنه 70 كانت سنه يعني مفصلية في سياق عام، لان عنده الجذور ديال 65. هذه الظاهره كلها جات منين؟ جات من المسرح، والمسرح اللي اصل الاشكال الفرجويه الاولى. من خلال هذه الدوره، اسمح لي قطعتك، من خلال هذه الدوره يعني كيفاش الطموحات ديالكم للدوره المقبله ان شاء الله؟ هي قلت ان بين دوره تاسيسيه لمستقبل واعد. المستقبل الواعد يتحدد بالدورة المقبلة، بالدورات المقبلة. يجب أن يكون المسار مسارا ارتقائيا، مسارا يرتقي بالظاهرة، لأن ما خصناش نبقاو حابسين النوستالجيا وحابسين الماضي، خاصنا المستقبل. المستقبل علاش كيتبنى؟ كيتبنى الأجيال لهم لغتهم ولهم طريقة تفكيرهم. خصنا ننقلوا هذه الظاهرة ونوجهوها يعني كمنتوج الاجيال بطريقتهم. احنا كنبغوا الاجيال انها تطور الظاهره بالديجيتال، تطور الظاهره بما هو رقمي، تطور الظاهره بلغتها، لان وباش يبقى ذاك الامتداد ما تكونش ديك القطيعه، وانما تقدر تكون قطيعه معرفيه ابيستيمولوجيه، ولكن ما تكونش القطيعه مع الماضي. خصنا نبقاو في الماضي لبناء المحاضر من اجل مستقبل واعد. والميزه الاساسيه ونقطة الارتكاز ديال هذا البرنامج، ديال هذا المهرجان اللي خدا الشعار ديالو التاريخ والمسار والانماط، الميزة الأساسية ديالو، لأن المسار كاين فيه استمرارية. هذه الاستمرارية شكون اللي كيضمنها؟ كيضمنها الشباب الذي عانق الظاهرة، ما يسمى أو ما نسميه، لا ما يسمى بمعنى القطعي، ولكن ما نسميه وبمعناها الإيجابي مجموعة الاستمرارية. مجموعة الاستمرارية اليوم هذه الميزة ديال هذا المهرجان هي أنها غادا تكون في نفس
الحصه مثلا كتطلع واحد الفرقه ديال الرواد كتطلع معها فروق ديال الاستمراريه في اشاره قويه بان هذا الفعل لا اسميه الظاهره اسميه الفعل الثقافي والفني الاصيل هو فعل ثقافي وفني اصيل دام 50 سنه راه اصيل. فهاد اليوم يعني غادي يلعبوا كلهم في صين وحده ولكن الاساسي هو ان فرض ومن دفتر التحملات ومن الشرط الواجب للمشاركه كفرق الاستمراريه هي الانتاجات. فكل فرقه فرقه اليوم يعني طيله هذا الاسبوع هذا جابت الانتاجات ديالها باش نضمنوا ان الابداع يستمر ولكن يستمر بالتجديد ويستمر بالانتاج الجديد.